السيد علي الدهنيم انه وملاحظه في محلها، يعني ما لقيناش حد قطري بيشتم في مصر ولا في السعوديه ولا في الامارات ولا في البحرين، لقينا مرتزقه فقط بيتم تاجيرهم للتطاول على هذه الدول. وامامي نموذج، انا يعني علي ساعدني في ان ارتب هذه الصوره، جمال ريان هذا الرجل الزئبقي الذي يعني يحاول ان يكون كل الجنسيات في كل الاوقات، ويقبل نفسه ان يرفع كل الرايات في كل المواقف، وبياكل على كل الموائد ويكتب بكل الاقلام. جمال ريان اللي هو مذيع الجزيره الكاذبه، هذا الكذوب الذي ينطق دوما بالباطل ولديه عقد نفسيه خاصه من دوله مثل مصر. جمال ريان الذي كتب على موقعه في تويتر بانه خليجي الاصل قبل ان تنشا المملكه العربيه السعوديه، وقال ان هو نازح من قبائل في الخليج العربي، وقال انا خليجي، وبعدها بفتره تحدث وقال ان هو مصري رغم انف الكارهين.